نقطة تانية مهمة جدا وهي نقطة نادي الزمالك. نادي الزمالك مجلس إدارة جديد، عقد جديد، مجلس إدارة عملوا ماتش حلو قوي بقائمة. هنتكلم عن الماتش بس هنتكلم الأول على القائمة كاملة. النهاردة تسلموا نادي الزمالك بشكل رسمي، ودايما السؤال هو المتابعين كجماهير أو حتى ناس بتشتغل في الإعلام، هو مطلوب إيه من مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد؟ فلوس، استقرار كامل طبعا، طبعا في استقرار يعني، فيجن، رؤيه. عجبني ان في تصريح بالمواعيد، بعد خلال 18 شهر هنسلم مرحله، مش عارف 6 اكتوبر، مش معقول نادي الزمالك الاهلي يكون عمل خلص الشيخ زايد وبعدين راح على التجمع يعني، والزمالك لسه ما عملش الكلام ده يعني. صح، ده بعيد عن بعيد عن الاهلي كمان، في انديه تانية. طبعا لا لا، ما يعني الصيد والجزيره كله بقى، كله عنده فروع، كله عنده فروع طبعا يعني، او مقرات مختلفه يعني. صحيح، الزمالك ده مش نادي قليل يعني. يعني بص، لما تيجي تتكلم على الاهلي والزمالك، اما جمهور الاهلي او جمهور الزمالك في لحظه ما يقول لك يا سيدي انتوا لازم كل مره تقولوا الاهلي والزمالك. هو في حد في اسبانيا يقدر يقول كرة في اسبانيا من غير ما يقول ريال مدريد وبرشلونه؟ صحيح صحيح. يعني هو الناس مش واخده بالها ان بالاهلي والزمالك، انت اهلاوي وانت زملكاوي، بس الاهلي والزمالك بالنسبه لي انا، وخصوصا انا بقى ان انا عشت في الاهلي والزمالك طول عمري من وانا طفل يعني، ومع اعضاء مجالس ادارات النادي الاهلي والزمالك، الفريق سعد الدين متولي وعمر فهمي، عمر استاذنا طبعا ربنا يديله الصحه والعمر، كباتن محمد لطيف، مع عبد الصمد، اسماء يمكن الزملكاويه القدام يسمعوها، دول كانوا في بيتنا. ونفس الحكايه بالنسبه للنادي الاهلي، النجوم، حتى نجوم النادي الاهلي ونجوم الزمالك انا بعرفهم انا. صح، يعني بطبيعه الحال. لكن بقى سيبك من ده، كمان تاريخ الاهلي والزمالك انا عارف الاثنين دول عاملين ايه بال، يعني قيمتهم ايه في الرياضه المصريه والحركه الرياضيه المصريه من اول ما اتعملوا اتاسسوا لغايه النهارده. صحيح. فيعني ده مش من باب التوازن، بكره الكلمه دي جدا. الاهلي حلو، الاهلي حلو، الاهلي وحش يبقى الاهلي وحش. صح. الزمالك حلو حلو، وحش وحش. صحيح. يعني ما فيهاش حاجه يعني. لان مفيش نادي بيبقى بطل على طول او مهزوم على طول، وخصوصا الانديه الكبيره يعني. في حاجه كنت بتكلم فيها دايما مع اعضاء مجلس الاداره اللي هم دلوقتي موجودين بشكل رسمي قبل ما يخشوا الانتخابات، وهي الصوره الذهنيه عن نادي الزمالك، الصوره اللي هي بتجيب فلوس، الصوره التسويقيه لنادي الزمالك. الزمالك محتاج يعمل ايه عشان يرجع الصوره الطبيعيه بتاعت نادي الزمالك؟ مش هقول يحسن الصوره، يخلي الصوره طبيعيه نادي الزمالك. بص، كوره حلوه، بطولات، ده اولا. البطولات هي اللي بتجيب شركات رعاية. مش عايزين بقى ان يعني ايه، التاريخ مش هيجيب شركات رعاية، التاريخ لوحده يعني. لان التاريخ تاريخ. يعني انا لما اتكلم على الاهلي والزمالك من ناحية التاريخ وقيمتهم التاريخية، هذا امر ملوش علاقة بالرعاية والاعلانات والحاجات دي كلها، اللي دي مسألة بتاعت النهاردة. صح. لما الزمالك بياخد بطولات، لما يعني الاهلي واخد مثلا في السبعينات 7 بطولات ورا بعض، مش عارف 6 بطولات دوري ورا بعض، 4 ورا بعض، قريب راح كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا. لما تبقى عندك البطولات الكتير يخش لك فلوس. لما تبقى بتلعب كوره حلوه هتجيلك الشركات. فده نمره واحد. يعني لازم بطولات عشان الرعايه بتاعتك تبقى ليها قيمه كبيره يعني. صحيح. نمره 2، استقرار. يعني انا بخاطب عايز اعمل عقود. ما طب انا لما هعمل عقود مع مين؟ مين هيرضى يعمل معايا عقد وانا مش ضامن ان انت مستقر ولا مش مستقر؟ لا، وانت بتتغير ومش عارف ايه، وقضيه هنا وطعن هنا، والحاجات دي كلها اثرت على الزمالك. الزمالك في الازمه دي بقاله 25 سنه 30 سنه، بقاله زمان قوي يعني. والمسائل دي كترت قوي. لا، الخلافات دي طبعا اثرت على النادي، اثرت على مسألة الرعاية التجارية لنشاطه الرياضي يعني. طيب،